العملية العسكرية الواسعة التي تشهدها محافظة تعز ضد ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح تتسارع أكثر من أي وقت مضى وتحقق انتصارات متتابعة. تغيير موازين المعارك على الأرض أعطى المواجهات بعدا آخر وجعلها تسجل أرقاما جديدة لخسائر الميليشيا وقوات المخلوع صالح بعد المواجهات العنيفة التي ما تزال مستمرة. تطورت مستمرة، المعارك مستمرة كما ترون في كل المناطق التي تواجد فيها الحوثيون، ونحن مستمرون إن شاء الله لتطهير مجمل تعز إن شاء الله. فتح الحصار عن تعز من بوابة واحدة ومن نافذة واحدة، ستفتح بقية النوافذ. تشتد المواجهات في الجبهة الشمالية والغربية بعد هجوم شنته المقاومة الشعبية في مهمة تطهير تبة الدفاع الجوي بالكامل من جيوب الميليشيا، بالإضافة إلى عملية تمشيط واسعة تجري في ذات الجبهة لقطع إمدادات الميليشيا من غرب المدينة إلى شمالها وشرقها، بعد أن دفع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بتعزيزات لحسم المعركة هناك. وبعد أن تعرضت الميليشيا لسلسلة من الهزائم لجأت لتعويض خسارتها بقصف الأحياء السكنية كما حدث في الحصب وثعبات وكلابة، وسقط مدنيون بين قتيل وجريح بينهم أطفال. وتعاني قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من نقص في السلاح في مواجهة الميليشيا وعتادها العسكري المتنوع والثقيل، إلا أنها تمكنت من دحر الميليشيا وفك الحصار بشكل جزئي عن المدينة في الوقت الذي تتواصل فيه عملية تحرير ما تبقى من المناطق المحيطة بالمدينة.